السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة. معكم كابتن عبد الله ومدلنا. الحلقة هذه حتكون انطباع مباشر لأنمي جوجوتسو، الحلقة الرابعة والخامسة من الموسم الأول، فخليكم معنا. يا أهلا وسهلا فيكم، بدون ما نطول عليكم ونبدأ كده على طول، آخر شيء وقفنا عليه اللي هو إنه في ثلاثة، في طبعا جسم جديد طلع ظهر بيضة و... اللي هو بيضة ولا هو إيش ماني عارف، هو شكله وحش جديد. فأرسلوا من الطلاب المدرسة الجديدة، وآخر شيء وقفوا عليه بإنه في واحد مات منهم. فيعني صراحة مرة كان شيء مرة سريع، ويعني كده مسكنا خلانا إلا نبغى نشوف الحلقة اللي بعدها. فا يعني صراحة مرة متحمس، أنا أبغى أشوف إيش اللي صار، وهل فعلًا يعني شخصية كده حتموت بدي السرعة، يعني حيكون تهور صراحة من الكاتب إنه اللي لسه ما تعرفنا على الحلقة إلا إذا في أصلًا فعلًا، إلا إذا في شخصية والله يعني هو بيضحي فيها من أول، ما أعرف يعني صراحة. فنبدأ الحلقة يلا من يعني الأساس يمكن قصده. حتى الأخبار. أوكي، يعني هذا أعتقد اللي دحين الحدث ده هو اللي أرسلوا فيه الثلاث طلاب صح؟ أتوقع إيه. دقيقة ايش قال قبل شوية؟ تدشي مين؟ مين هذا تدشي؟ مين تداشي؟ والله ما اعرف، يعني يبدو انه ولدها ضايع اسمه تداشي، يعني في المكان ده اللي هم ارسلوا فيه الطلاب هذول. بس اول شيء قال نافذه، يعني اتوقع زي ما احنا نقول اللي هو يعني نجم كشاف، انه يقدر يشوف اشياء ارواح ومش عارف ايه، سموها هنا نافذه صح؟ اتوقع صح، هم مسمينها نافذه. لما قال له ايش النافذه، قال له انه تقدر تشوف ارواح وشيء زي كذا، او اساسا اللي انا اتوقع قصده هذا حجابي. اوف يا حجاب كمان. حجاب الحاجز مو حجاب. عارف ايوه حجاب ادري. لا عارف ايوه هذا الحجاب، يعني كذا يعني يحجز. والله كلام سحرة صراحة. اوف. والله قاعد يتعامل معاه كأنه كلب عادي، يعني مو كأنه كلب سحر. بيض مقلوب ولا مسكة منطابقة؟ ايش هو؟ بيض مقلوب. ايوه بمقلوب البيوت ولا ايش هرجة؟ شكله والله ما نعرف. يا اخي الاثنين دول والله مجانين. كلب راح للمدخل. اوكي طب يعني الدك خذ بعض اللحم. طب دقيقه يعني دحين، طب الكلب يفتكر فين المكان. طب وين الباب؟ الباب بكبره اختفى يا راجل. اوف وي يا مقول يا راجل، هذا ايش؟ لا ثلاثه اشخاص، هذول ثلاثه اشخاص كذاكي تداش. اوه هذا تدا. اوه هذا ولد، هذا ابنها يا حرام. اوه با اوف
اوف اوف اوف اوف اوف والله كلام مره كبير. صح اح صح. بس هو ما قتل احد. هوي اوح يو ايش فيه؟ بسم الله ويل ايش؟ هذا كيف مين ده راح هذا ايش؟ لا مو نفس الشيء الا لا الا اما فقع لحاله مو فقع شكله برضه سوى له نفس الشيء في الحفره ولا شيء فقع لا شوفي اوه هذا ناوي يقتل هذولاك اصحابه قول 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 قال له اهرب يو راحت فيها دي اصلا كيف شفطها تحت غبي بوم قاعد يصير ول احد كله هي اللي قاعد تسويه اوف بوم ول 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 ايش فيه اوه دايم والله ما خلته يتنفس حتى ول يبو ايش معاها من قوه دي بقول لك هذه خاصة يعني. اوه بدأ يبكي حرام ول 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 واي حرام بدأ يندم على الشيء اللي سواه واه ساحل ولد لا ياو ياو اوه كويس بسم الله يا هذا صبيعة كلها ساحت
يا حرام. واه قد بدأ يندم أصلاً. على الأقل موت وأنت فخور بنفسك. ديلو يخرب بيتك. دالو إشارة. ديلو يا تعال يا حبيبي تعال. جابه بكيفه. والله فنان. شو هذا هذا من اول ما شافه خاف. خاف شوف. مو هذا رئيس الوحوش كلها؟ شكله ايوه عشان كده خايف منه؟ والله يا مرة خايف. ايش ده؟ والله شكله عنده قوة رهيبة ده. اوه طلع اصابعه. اصابعه نبتت. ايش؟ يخرب بيت كل قوة دي ولسه ما عنده غير اصبعين. يا راجل ايش معاه من قوة ده؟ قولي يا واد هذا مو طبيعي. ويل رئيس الوحوش. ويل انا رئيسك. ايش تبغى؟ ايش قاعد تسوي؟ ايش معاه من قوه ده؟ ويل رهيب والله. بس حلو انه كيف جابونا لنا قوه الشيطان ده مع البني ادم ده ايتادوري. قديش انه ده مره قوي. بعدين جابوا ده وورونا انه قدام الثاني ده سكنه ولا شيء. انه قد كذا قد كذا. والله فرق بين درجه خاصه هذه. قطعها كلها. حتى هاي تقدر ترجع نفسها. والله قاعد يتمسخر معاها ده. ويل 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 اصبع. كده واقف. والله كنت حاسه من اول من يوم ما شفتها كده مره قويه قلت شكلها معاها اصبع دي. رجع اصبع حق انا رجع. ولا انتهى الامر يقول لك. لا تقول لي مو قادر يرجع. مو قادر يرجع. لا تقولها. مو قادر يرجع.
نشوف اللي بعدها. بسرعة بسرعة. اللي بعدها على طول يلا. خلصنا وبدل يعني. لو كنا الأصابع كنا إيش حيصير فينا؟ والله من جد. إذا ثاني أصبع على صح ثاني أصبع. يما. ياو. هذا الحب دائما يكون مفسخ بالنيش وضعه. ياو هذا ايش قاعد يسوي؟ اوه واو 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 ياو 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 ايش الهرجة؟ والله شيل قلب ودي زبالة. تو قال اذا رجع حاول يرجع مره ثانيه انه حيموت يعني لانه ما عنده قلب وهذا يقدر يعيش بدون قلب. ابو ايش ايش العفريت ده والله ما مو طبيعي والله عليه قوه ما هي طبيعيه. حيوان والله هذه لحظه صراحه رهيبه. اقسم بالله حتى مو عارف ايش صار. يعني هو يبغى يخلي سكونة انه يعتقد بانه ما يقدر يهزمه الا بالقلب. يعني فيبغى يجبر انه يرجع قلبه عشان ما يموت هذاك ايتادوري. فهمتي؟ لا هو يقدر يعيش بدون قلب. ايوه بس يبغى يحاول يقنعه بانه ما يقدر يهزم ده الا لما يكون في قلب موجود. قلب هذا يكون موجود. ليش ايش حيسوي له القلب؟ يعني هو انه بيقنع انه ما حيقدر يهزم ده الا بالقلب. هو كذا بيحاول ده عشان هو لما تحول عضل ولا يتهيألي ول 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 يا راجل هذا كله بيد واحدة بيد واحدة لسه قاعد يلعب معاه اصلا واضح. ول 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 ولا شيء يا بوش. اوي ايش فيه؟ وين يا ابوي هذا ايش معاه من سرعه ده؟ بو اوه ويل لا هذا مو طبيعي يا عيال. افقع يبي يشرد والله ما مساج والله يا ابوي معاه خلاص اعتقوا سيبوا ارحموا. ول 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 شو حماه حباه العصفور حماه. قاعد يفكر انه يهرب عنده كلب مات الابيض ذاك. هذولك ما يرجعوا يعني ولا ايش؟ لا يبدو انه ما يقدر يرجع خلاص. ما بقي غير ده يعني والكلب الاسود دي او الديب الاسود. ظهر ده فاهم قوته اكتر منه صح؟ شكله مو فاهم ده يمكن عنده شيء يقدر يسويه مدري. اوه
كفشه فهم ايش بيسوي. يعني خلاص ما حستفيد من خطته خلاص. هذه مين؟ شكلها اخته صح؟ لانها لما ماتت نفس الشعر والله. ايش يقول والله يقول نفس الشعر يقول ما شفت شبه ميت شعرها كذا ما شفت شبه من جد. شكله طلع قوته ده ها؟ كنز المقدس يقول لك سيف العيادة الثمانة. ايش فيه؟ يو يو هاي شو هرجة؟ يو يو ايش فيه؟ كيف رجع ده؟ ضحى فيه وقتله. ياو جسم قشعر اقسم بالله. ياو ايش ده ضحى فيه كيف؟ ايش هذا؟ حتى هذول مستعملين اصبع سكونة كمان. يا عجب. شو اللغة اللي تكلم فيها ده؟ عادي ماشيين جنب الناس كده ولا ما ينشافوا توقع صح؟ اوه صح صح ايه ما ينشافوا ايش بك ايه ما ينشافوا. كيف ما ينشافوا هدا شايفتهم؟ واحد هذا بشري ايه هذا بشري بشري ومعاه هذا الاشياء. يا ابوي ايش الانمي المجنون هنا؟ اما كده هذا خلاص مات مات. اوف ويل رجع الله يقلبك. شو ما مدر عوافي كده قالت له شرح وقال لها استخدمي كويس. واه اساسا هي الوحيدة كان متفق معاها كانت قاعدة تكابر على نفسها. دحين معقول انه مات؟ اها
هذا دب دب من مستوعب انه هو دب. هذا شكله قوي ما ادري ليش. والله دب باندا كمان هو اسمه باندا سينباي. ايش بيتكلم ذاك وشو يقول كلمة مو مفهومة؟ مكونات عن الأرز. ما أقدر أتكلم إلا عن مكونات الأرز. أوه هذا أقوى واحد. يا له صراحة صداع وأحداث رهيبة صراحة خرافية والله رهيبة أحداث جبارة صراحة توقع يعني شوف هذا كله ولسه ما خشينا مزبوط يعني هي. بعدين مثل انمي ولا شيء عرفت بس بدايات وكذا اي صراحه مره بطل مره بطل والاحداث فيه له خرافيه وشايفه انا عجبني مره انه جابوا لنا كيف ورونا انه لما نضارب ذاك الشيطان مع ايتادوري وانه ورونا كيف الشيطان ده مره قوي بعدين ورونا انه كيف الشيطان جنبه ساكونا ايوه لما اتضارب مع الشيطان والشيطان ده ولا حاجه مع انه ماكل اصبع مع انه ماكل اصبع بس قدام ساكونا ولا شيء انت قد كده صراحه ولا شيء فهذا الشيء الاول اللي حلو الشيء الثاني شفتي كيف ساكونا مره قوي وسريع وكيف انه هذاك ما هو قادر يسوي معاه اي حاجه صح ايوه بس قبلها في الحلقه الاولى اتوقع او الثانيه ورونا انه هذاك ابو شعر ابيض اللي هو الرئيس انه قدام ساكونا ساكونا ما قدر يسوي حاجه انه قديش ده مره قوي ومره سريع قصدك على ابو شعر ابيض ذاك الرئيس حقهم رئيس الجوجوتسو ايوه وراك مغمض ايوه وراك في البدايه انه كيف هذاك ابو شعر ابيض انه مره سريع وقوي ايوه صح وانه طيب. ساكونا ما قدر يسوي شيء معه ايوه فقديش انه هذا مره قوي الا الا اذا كان ورونا انه هو قوي وسريع بالشكل ده لانه هذا اصلا ما مع الاصابع كلها ممكن هذا لسه اول اصبع يمكن فما نعرف اذا جمعها كلها القوه حقته بالكامل يمكن يكون متعادل له يمكن يكون اقوى منه يمكن برضه حيكون برضه انه ده ابو شعر ابيض هذا اقوى منه ف ما اعرف ف واتوقع اذا دحين ورونا انه ساكونا ده ما زال عايش بطريقه ما انه عايش موجود او موجوده روحه ايوه او موجوده روحه بشكل بطريقه فانا اتوقع بانه حيخليه يرجع قلبه يرجع ينمو قلبه مره ثانيه كيف يرجع قلبه كبه هناك مو هو يقدر مو قدر يرجع يده والروكي ايوه فهو شكله حيرجع قلبه مضطر انه يرجع قلبه عشان يعيش الجسم ايوه عشان يعيش الجسم مره ثانيه فيقوم اذا هو حيرجع قلبه ليه خلعه من البدايه لانه حيستمر انه انا اقدر اعيش زي كذا بدون قلب بدون يعني ما يرجع يتدوري عشان ايوه كان ما هو متوقع انه هو يرجع ايوه طب هو كيف رجع اصلا فجاه خلاص هذاك لما نتكلم معاه بس قال له كلمه وي جا ايوه كلمه هو اصلا من اول يقدر يرجع بس بعدين يعني شكله مع الاصبعين صار معاه شويه صعوبه بس لما اداه كم كلمه كذا ذكر وقام رجع وذاك كان قاصد يرجع اي موته ايه بالعنية موته عشان ايش انه هداك يضطر انه يرجع قلبه طبعا هذه كلها نظريات اتوقع يعني ما اعرف ان هالشي ده حيصير يعني حيوان كلب صراحة مرة شي بطل مرة تحمسنا مع الاحداث تحمسنا مع الحلقة انا صراحة دحين
متحمس لدرجة إن أنا بفك الحلقة اللي بعدها، بس يعني خلاص ما ينفع، أخذنا وقت مرة طويل في التصوير، فا بإذن الله قريب حنصور. نتفرج على حالنا. ما ينفع، إحنا تفرجناه عشان المتابعين. فا أوكي، بكذا تكون خلصت حلقتنا اليوم، أتمنى أنها تكون عجبتكم. إن عجبتكم لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة وتشغلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. واكتبونا رأينا اكتبونا رأيكم في التعليقات تحت على الانطباع. لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، حساباتنا الموجودة تحت في الديسكريبشن. ونشوفكم بإذن الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم.